جديدة، كل عام وانتم بألف خير، يعودها عليكم بالصحة والعافية وتحقيق الأماني. مناسبة قدوم عام 2019، هذا العام راح نطل عليه من خلالكم ومن خلال شاشة الفرات في برنامج كورة، برنامج رياضي يومي يرصد الأحداث الرياضية، متابعات أبرز التصريحات، جميع الألعاب الفردية والجماعية لا سيما كرة القدم. راح نواكب بطولة كأس آسيا ومشاركة منتخبنا الوطني أسود الرافدين في هذه البطولة. نتمنى أن يتكرر الإنجاز ونحصد اللقب. راح نكون خلف أسود الرافدين في هذه البطولة. برنامج كورة عبر شاشة الفرات، تقديم أخوكم علي سالم، انتظرونا.